حياكم الله من جديد. يعد الطالب صالح بن فلاح الزهراني من أصغر المؤلفين السعوديين، وهو مبتكر وحائز على العديد من الجوائز، وسبق له تمثيل المملكة في مسابقات تحدي القراءة العربي في الإمارات العربية المتحدة. نسعد به ضيفا معنا للحديث أكثر حول رحلته مع القراءة والابتكار. مساك الله بالخير صالح. حياك الله يا استاذ جمال، الله يحييك. حيا الله المتابعين من جميع مناطق المملكه. يا اهلا وسهلا. يسعدني الظهور معاكم، بس حاب انوه تفضل. انا بانطلق في تمثيل المملكه العربيه السعوديه باذن الله تعالى السبت المقبل باذن الله، وخير تمثيل ان شاء الله باذن الله يا صالح. الله صالح، خلينا ابدا قبل ما نتكلم عن يمكن مؤلفاتك وابتكاراتك، خليني اتعرف عليك اكثر. يعني حدثني عن مؤهلك، مشوارك الدراسي. يا أستاذ جمال، أنا أدرس في المرحلة الثانوية، ومنذ انطلاقتي في الدراسة وأنا ممكن أميز بين زملائي ومختلف، أحب الظهور الإعلامي، أحب القراءة وأحب الكتابة، كذلك أحب أن أحل مشاكل المجتمع من حولي وأختلط بمن هو أكبر مني، وكذلك أتعمق في قراءاتي وأدخل في مجالات أكبر مني حتى وأكتشف وأتثقف، مما عزز عندي ذكائي الاجتماعي، ذكائي التواصلي، علاقاتي توسعت، أصبحت أستطيع التحدث مع الجميع، ثقافتي أصبحت واسعة، أقدر من خلال الإعلام أقدم أفكاري، أقدر أتواصل مع الجميع. هذا الشيء طبعاً طورني وخلاني أصبح أقوى وأفضل. كذلك طورت نفسي في عدة دورات وبرامج، الحمد لله حائز على عدة دورات، وقدمت أنا شخصياً عدة دورات، وأسأل الله التوفيق. ما شاء الله تبارك الله. واضح يعني شغفك بالإعلام وحديثك. يبدو أن فقدنا الاتصال بصالح، مشكلة مع المصدر. صالح تسمعني؟ إيه أسمعكي. ممتاز. صالح، كلمني عن ابتكار السلام المرورية. قلت إنه هذا الابتكار يمكن أن يغني عن ساهر، كلمني عنه أكثر. طبعاً كيف سيغني عن ساهر؟ تفضل. ابتكار شريحة السلام المرورية هو رأي، زي ما تعرف احنا في جيل رؤية عظيمة وطموحة، رؤية أساسها نحن، علينا أن نبدع ونقدم، رؤية أساسها الذكاء الاصطناعي والتطور التقني، ولله الحمد رأيت حاجة للاستغناء عن النظام الإلكتروني السابق أو الكاميرا المرورية ساهر، من خلال صناعة أو ابتكار شريحة سلامة مرورية يتم زراعتها في المركبات. نعم. الشريحة هذه تربط كافة المركبات في المملكة العربية السعودية بنظام رقمي موحد عبر الأقمار الصناعية، يحل مشاكل فقدان المركبات ورصد المخالفات المرورية وسرقة السيارات. ابتكار أمني كذلك يسهل طرق الوصول إلى المركبات في المملكة العربية السعودية، يحل عدد من القضايا، إضافة أنه يخدم المواطن وقائد المركبة حتى البيئة. وأطمح من خلال الرعايات وتطوير هذا الابتكار بأن يكون ابتكاري متواجد عالميا، لأنه يخدم الإنسان. وكما تعرف نحن جيل سعودي مفكر ومبدع، أساسنا أن نبدع ونتقدم. ما شاء الله. بإذن الله يعني وسيكون لك ما تريد يا صالح، يعني على هذا الطموح والأهداف اللي تملكها بإذن الله أنك ستصل بحول الله. حدثنا أكثر عن مؤلفاتك. لك مؤلفات صالح؟ كم مؤلف عندك وعن ايش تتحدث المؤلفات؟ انا انطلقت في مرحله التاليف بعمر 7 سنوات بعد نصيحه احد المعلمين لي، فلي باع قديم في الكتابه والتاليف، لكن نشر اصداري الاول في ديسمبر الماضي في معرض الكتاب بجده، وهو كتاب كن عالما، وحس على ذلك اصغر مؤلف على مستوى الوطن العربي بقسم تقدير الذات. وقدمت كتابي الى سمو الامير خالد الفيصل، وقبله بابتسامه لطيفه جدا جدا، رفعت من قمتي من همتي وساعدتني كثيرا على ان اتقدم وان اكون طامحا، واختتم لقاءنا بلقب احبه واعتز به، الا وهو لقب شبل الرؤيه. يا سلام يا سلام. طيب يا شبل الرؤيه، خلينا نتكلم عن جزء مهم جدا يمكن بمشاركاتك ويمكن مساهماتك اللي نتحدث عنها. انت تم اختيارك ايضا يا صالح لتكون احد ممثلي المملكه في تحدي القراءه العربي. حدثنا اكثر عن هذه المشاركه، وش الفكره اصلا من هذا التحدي؟ طبعا تحدي القراءه العربي هي مبادره من دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه، اطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي، تهتم باعاده ثقافه القراءه للنشر العربي،
ونشر لغة الضاد وإعادة أصالة اللغة العربية في المجتمع الشاب في العالم العربي. وكذلك من أقطار المعمورة حول العالم المشاركين والمحبين للقراءة والتحدث. طبعا انطلقت مشاركتي من المدرسة بإشراف الأستاذ أحمد الغامدي وبإدارة قائد المدرسة الأستاذ سعد القرني مشكور، وتمت تصفيات، تأهلت على مستوى مكتب تعليم جنوب جدة سابقا، ثم على مستوى تعليم جدة ولله الحمد، ومن ثم على المستوى الوزاري، وتم اختياري بأن أكون من ضمن ممثلين المملكة العربية السعودية ختاما. ستنطلق رحلة التمثيل بحول الله وقوته السبت المقبل إلى يوم الأربعاء، رحلة بإشراف من دولة الإمارات العربية المتحدة، نظهر فيها أفكارنا الثقافية، إبداعاتنا العربية، وضيوف شرف على الحفل الختامي. طبعا مثل ما قلت لك، إحنا جيل نسعى نحو التقدم، جيل نحن نسعى نحاول أن نتميز في كافة المجالات، نحاول أن نكون نحن قادة المستقبل يعني، وبقيادة سمو سيدي ولي العهد الذي اهتم بنا وعرج تقدمه علينا ووضعنا أساس. طيب صالح معنا؟ صالح؟ طيب احنا ما نملك صراحة الا اني اشكر صالح. شكرا لك يا صالح شبل الرؤية، شكرا لهذه الروح اللي تملكها وهذه الرسائل اللي اشبعتنا حقيقة يعني الكثير، ومنحتنا الكثير يمكن من الطاقة بحديثك عن الرؤية والهمة والمستقبل. نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في رحلتك في تحدي القراءة العربي. كنا سعيدين جدا باستضافتك اليوم للحديث عن انجازاتك، وبإذن الله سنحتفل معك سويا بمزيد من الانجازات بعد الفاصل لنعوده.